ومن بين الألفاظ التي يقع فيها البعض، البعض إذا تفاءب، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس ثمة دليل على هذه الاستعالة في هذا الموطن. ولذا نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الأمر، ونبه على أن الاستعالة عند التثاؤب لا يستدل عليه بقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأنه لا نزغ من الشيطان في هذا التثاؤب. ومن ثم فإن على المسلم أن يكون حريصا على اختيار الألفاظ، وأيضا على تتبع سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يقول وفيما يفعل وفيما يذر.